الإمارات شغلها الشاغل أن تخلق أجيالا صاعدة نافعة غير ضارة، مطلعة إلى المستقبل وبانية له. الإمارات تريد من الشباب، من شباب الغد، أن يكونوا حاملين لواء التسامح ولواء الإخاء. دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بتعزيز التسامح باعتباره واقعا عمليا وليس تنظيرا، وإنما ممارسة من خلال عدد من البرامج والمبادرات، منها الاهتمام بدور الشباب في تعزيز قيم التسامح